من واشنطن ينضم إلينا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، ما تفاصيل اللقاءات التي حدثت في واشنطن فيما يتعلق بأوكرانيا؟ مرحبا أحمد. اليوم كان هناك لقاءان مهمان في واشنطن. الأول بحسب التوقيت كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقاء مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني في مقر وزارة الخارجية. لم يصدر بعد بيان توضيحي عما جاء في اللقاء، ولكن يعني كان هناك تأكيد من الخارجية الأمريكية أثناء الإجازة الصحفي بأن المحادثات كانت بناءة، وكان هناك تأكيد من الولايات المتحدة على استمرارها في دعم أوكرانيا وتوفير ما يلزم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. اللقاء الثاني المهم أيضا كان ما بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني. البنتاغون قال إنه تم في هذا اللقاء التأكيد على الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، والتأكيد أيضا على حزمة المساعدات المزمعة والتي تقدر بمليارين و300 مليون دولار والتي ستفرج عنها الولايات المتحدة لأوكرانيا. كذلك حديث عن منظومة باتريوت وحديث عن الأسلحة بعيدة المدى. واليوم في الإجازة الصحفي قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن من حق أوكرانيا استعمال الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى ولكن داخل الأراضي الأوكرانية، أي أنها لا يمكنها بحسب الولايات المتحدة أن تستخدمها في أراضي روسية، ولكن إذا ما استخدمتها على أراضي أوكرانية احتلتها روسيا أو أخذتها روسيا خلال الحرب فإن ذلك من حق أوكرانيا، لأن هذه المسألة كانت محل جدل طويل، وكانت الولايات المتحدة أو ظلت لفترة طويلة ترفض إمداد أوكرانيا بالأسلحة طويلة المدى حتى لا تستخدمها أوكرانيا في الأراضي الروسية ويتطور الصراع لهذا السبب. أيضا وبمناسبة أن اجتماعات الناتو ستكون في واشنطن الأسبوع المقبل بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على تشكيل حلف الناتو، فهناك أخبار جيدة في الحقيقة لأوكرانيا أكثر من خبر جيد. أولا وهو حديث عن منظومات دفاع جوي جديدة ستوفرها دول الناتو لأوكرانيا. الأمر الثاني هو محاولة تهيئة الظروف من جانب الدول الأعضاء لأوكرانيا كي تكون عضوا مستقبليا في الناتو. هذا الأمر الذي كان أيضا عليه تحفظات كبيرة سواء من الولايات المتحدة أو من بعض أعضاء الحلف، الآن أصبح هناك ترحيب بانضمام أوكرانيا، ولكن ربما يبقى فقط اختيار التوقيت المناسب. وكان هناك تصريح سابق للولايات المتحدة بأن الوقت الآن ربما غير مناسب لانضمام أوكرانيا فورا لحلف الناتو، وأنه لن يكون هناك أي إجراءات لانضمامها إلا بعد الحرب، ولكن الولايات المتحدة الآن تعمل على تهيئة الظروف. واليوم أيضا المتحدث باسم البنتاغون قال إن القرار في النهاية ليس قرار الولايات المتحدة بل قرار كل أعضاء الحلف إذا ما كانوا يريدون أوكرانيا أن تنضم أم لا. هل أثيرت أثناء هذه الزيارات المخاوف الأوكرانية في حالة فوز الرئيس السابق ترامب أو المرشح ترامب في الانتخابات من الاستمرار في تقديم المساعدات لأوكرانيا؟ في الحقيقة هذه مخاوف موجودة لدى الأوكرانيين وتثار دائما في كل اللقاءات ما بين أوكرانيا وما بين الولايات المتحدة، ومع الأسف لا تستطيع الإدارة الحالية أن تهدئ من مخاوف الأوكرانيين بشأن استمرار عملية الإمداد بالأسلحة والدعم المادي والدعم العسكري والأمني ما إذا جاءت إدارة أمريكية جديدة بعد الانتخابات المقبلة، وخاصة إذا كنا نتحدث عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والذي له مواقف كثيرة في الحقيقة في مسألة دعم أوكرانيا، والجمهوريون أيضا لديهم نهج مختلف عن الديمقراطيين في دعم أوكرانيا، قد لا يرفضون المسألة بالكلية ولكنهم لديهم تحفظات على بعض التفاصيل، وقد تؤثر هذه التحفظات على استمرار الدعم الأوكرانيين. والوحيد القادر على إطفاء مخاوف الأوكرانيين هو دونالد ترامب نفسه، وإذا ما كان الأوكرانيون بالفعل يريدون أن يتبينوا
ما إذا كانت الإدارة الجديدة أو ما باعتبار ما يمكن أن يكون أو محتمل أن يكون إدارة ترامب على استعداد بأن تستمر في نهج الإدارة الحالية بدعم أوكرانيا، فعليها أن تتواصل معه لتعرف منه هذا الأمر. لكن كل ما تستطيع أن تفعله الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو استمرار الدعم لأوكرانيا كما هو مخطط له، حتى إذا ما انتهى أجل هذه الإدارة. محتمل بالطبع، لا أتحدث عن أمر واقع، ولكنه محتمل إذا ما انتهى أجل هذه الإدارة مع نهاية هذا العام وبداية العام الجديد وتولي الرئيس، فإنها ستكون وفرت لها كل ما يلزمها لمواجهة روسيا. رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، شكرا لك.